مصر عظيمة، وإحياء العلاقات الدولية مرة أخرى في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر مهم جدا، وهو يتولى قيادة الأمور بكل حرفية. بنشوف النهاردة مصر ومكانتها الدولية، وبتعود مرة أخرى للوضع الطبيعي لثقة مصر الدولي. أنا معايا على الهاتف الدكتور أحمد السيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بالأهرام. برحب بحضرتك يا دكتور أحمد. أهلا بك يا أستاذ سامي. بشكرك على التواصل معنا وعلى منحنا جزء من وقت حضرتك. لو جينا نتكلم على زيارة اليوم واستقبال رئيس وزراء جمهورية اليونان لبحث التعاون المشترك، مصر واليونان بتربطهم قضايا كثيرة زي الطاقة، زي الحدود، بنتكلم على تبادل السياحة في هذا التوقيت. أهمية هذه الزيارة؟ يعني اولا استاذ سامح، دعنا نتكلم عن نضع هذه الزياره في سياق السياسه الخارجيه المصريه، وخاصه في السنوات السبع الماضيه في عهد الرئيس السيسي، وهي سياسه تقوم على بناء الشراكات مع كل دول العالم، مع الدول الصديقه، مع الدول القويه شرقا وغربا، اولا من اجل تعظيم التنميه في الداخل، وبالتالي ان تكون تستهدف تحقيق مستوى معيشه متقدم للمواطن المصري من خلال هذه الشراكات وهذه التحالفات وهذه التعاون مع كل الدول في انحاء الكرة الارضية. الامر الثاني ايضا ان السياسة الخارجية تخدم على التنمية من خلال توظيف علاقات الرئيس السيسي الجيدة دائما، وسياسة مصر الخارجية المتوازنة في فتح افاق للاقتصاد المصري، في جذب الاستثمارات الاجنبية، في جذب الاستثمارات الى المشروعات القومية الكبرى، خاصة محور التنمية في قناة السويس والعاصمة الادارية وغيرها من المشروعات. وبالتالي هنا السياسة الخارجية تمثل أهمية كبيرة في هذه التوقيت، على خلاف حتى ربما عهود سابقة، لأنها تقوم على التعدد والتنوع في الدوائر السياسة الخارجية، في العلاقات الأوروبية مع دول آسيوية، مع دول في أفريقيا، كلها تستهدف في نهاية المطاف تعظيم المصلحة المصرية والمواطن المصري والاقتصاد المصري. وبالتالي في هذا السياق نضع العلاقات المصرية اليونانية هي علاقات حقيقية كما قال الرئيس السيسي، علاقات تاريخية متجذرة، يعني هي تربط بين أقدم حضارتين في العالم كان لهم الإسهام في تطور البشرية، الحضارة الرومانية القديمة والحضارة المصرية القديمة، وبالتالي هي علاقات متشابكة بين الشعبين، تنامت بشكل كبير، شهدت حقيقة طفرة في السنوات السبع الماضية، طفرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، عندما دشنت مصر مع اليونان وقبرص في عام 2014 في القاهرة آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتكتل الثلاثي الذي يستهدف تحقيق المنفعة والمصلحة لشعوب الدول الثلاث. وبالتالي منذ هذا التوقيت شهدت العلاقات العديد من الزيارات على المستوى الرئاسي، الرئيس السيسي لليونان وزيارات رئيس الوزراء اليوناني إلى مصر، وكلها كانت دائما في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين. وهذه العلاقات سارت على مسارين، المسار الأول هو مسار دعم وتعزيز العلاقات الصينية والتي شهدت حقيقة طفرة كبيرة في المجال الاقتصادي. نحن نعرف أن اليونان هي من خامس دولة لديها استثمارات في مصر، معدل حجم التجارة بين البلدين أكثر من 1.8 مليار يورو، وهو رقم أيضا مهم. وبالتالي هناك أيضا استثمارات ضخمة كبيرة يونانية، وهناك تعاون بين البلدين، صادرات مصرية في صادرات زراعية مثل البرتقال وغيرها، كل هذا بيعكس حقيقة أن العلاقات الاقتصادية شهدت طفرة كبيرة. وبالتالي هذه الزيارات وهذه اللقاءات تساهم دائما في دفع وتطوير هذه العلاقات على المستوى الثنائي، خاصة في ظل وجود أطر مؤسسية تحكم العلاقات مثل مجلس الأعمال المصري اليوناني وغيرها من المؤسسات التي تمثل أهمية كبيرة في الاستثمار المشترك، سواء في مجال الطاقة، في مجال الغاز، في مجال ملف الشرق المتوسط. وهنا يقود إلى المسار الثاني، وهو دعم وتعزيز القضايا والأمن والاستقرار في المنطقة من خلال التنسيق والتطابق وتوافق وجهات النظر بين البلدين فيما يتعلق بالتحديات المتزايدة، وأن أن 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 التعاون الثنائي والثلاثي المصري اليوناني وايضا القبرص شكل نموذج حقيقه لما ينبغي عليه ان تكون عليه العلاقات الدوليه في تعزيز القيم الاستقرار، قيم الامن، قيم التعامل على حل المشكلات والازمات في منطقه الشرق الاوسط. ساهم التقارب والتنسيق المصري اليوناني في دفع التسويه السياسيه في ملفات مثل ليبيا، في ملفات مثل سوريا، في ملفات مثل الامن وامن الطاقه في الشرق المتوسط، واستثمار الثروات الهائله في الشرق المتوسط لصالح شعبي البلدين. نحن نعرف ان مصر واليونان هما اعضاء في منتدى غاز المتوسط الذي موجود مقره في القاهره، كل هذا حقيقه بيعكس ان البلدين يمثلان هناك فرص كبيره حقيقيه لتطوير العلاقات للتعاون. وبالتالي جاءت زياره الرئيس الوزراء اليوناني اليوم القائم الرئيس السيسي في اطار آلية التشاور المستمر
المستمره والتنسيق الدائم بين البلدين في التعامل على مستوى دفع العلاقات الثنائيه او فيما يتعلق بمواجهه التهديدات وحل القضايا والملفات الاقليميه. صح. في جزئين مهمين برضو لما نتكلم على القضيه الفلسطينيه، نتكلم على ملف ليبيا، نتكلم على ملف سد النهضه، دي كلها ملفات مرتبطه بصوره مباشره بامن مصر ايضا. اهتمام اليونان بهذه الملفات يعني تفسره بايه؟ انا في اعتقادي ان هناك ترابط ما بين امن اليونان والامن المصري، لانه هو جزء من امن منطقه الشرق المتوسط، امن منطقه الشرق الاوسط. بالتالي هنا دائما الازمات لها ارتدادات وتؤثر على كل الدول خاصه في المنطقه، سواء في جنوب في شمال المتوسط مثل اليونان، او في دول في الشرقية المتوسط مثل مصر، ومصر دول مباشر لدول مثل في ازمات مثل ليبيا. اعتقد ان هناك مصلحه مشتركه في تحقيق الامن والاستقرار، لان غياب واستمرار الازمه الليبيه على مدى اكثر من 10 سنوات ادى حقيقه الى تراجع ما يسمى غياب الدوله الوطنيه الليبيه، وهذا ادى الى فتح الحدود، ادى الى تزايد مشكلات مثل تصاعد خطر الارهاب في ليبيا، ايضا تصاعد مشكله تعرق اوروبا وهي مشكله الهجره غير المشروعه عبر السواحل الليبيه الى الدول الاوروبيه. وبالتالي هناك مصلحه حقيقيه من اليونان في التعامل والتنسيق مع الجانب المصري الذي يمتلك رؤيه حقيقيه شامله للتعامل مع الازمات والتهديدات وتواجه الارهاب او الهجره غير المشروعه. واعتقد ان الرؤيه المصريه في تحقيق الازمه ودفع الحل السياسي في ليبيا تشكل عامل كبير لاستقرار منطقه الشرق المتوسط. لاهميه مصر بالنسبه لليونان، اليوناني يهمه انه يشوف مصر مستقره، ما فيش اي خلافات اقليميه تؤثر على امن مصر، وبالتالي هنا من هنا الاهتمام بهذه الملفات. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور احمد السيد احمد، خبير العلاقات الدوليه بالاهرام.